رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره، وجعلني الله وإياكم من أوليائه وأحبابه. ثم أهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. ومناسبة روعة هذا المساء أن علماءنا ومشايخنا يهاجمون بهجمات من التشويه لا تنتهي، فجئت إلى حضراتكم في هذا المساء لكي أبثكم روح الدفاع عن هؤلاء العلماء والرموز والمشايخ، لكي يكون شعار الحويني يمثلني شعار دائم لا ينطفئ من القلوب أبدا، لكي يكون شعار الشيخ حسان يمثلني الشيخ يعقوب يمثلني دائم في القلب لا ينطفئ أبدا ولا تنتهي أنواره. ونستهل الكلام بكشف السر الذي يجعل هؤلاء العلماء والمشايخ يستمرون ويثبتون وترسخ أقدامهم بالرغم من حملات التشويه الشريرة والشديدة والدائمة في جنبات الدنيا كلها وفي كل وسائل الإعلام ضدهم. ما السر الذي يثبت قدم الداعية بالرغم مما يحاك به من تشويه ومن كيد ومن مكر؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة الخلق في مدارج السالكين: مشهد الأسوة، وهو مشهد شريف لطيف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الخدور. قال ورقة بن النوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يرحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. قال الله جل جلاله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذا الأذى الذي نال من شيخنا الحويني حفظه الله تعالى من نبأ المرسلين، هذا الأذى الذي أصاب شيخنا الشيخ محمد حسان من نبأ المرسلين، هذا البلاء الذي يحاك بشيخنا الشيخ يعقوب من نبأ المرسلين، من أخبار المرسلين الدائمة والمتواصلة والمتكررة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. والحقيقة أن المشكلة ليست فقط في أعداء الدين حين يشنعون على الدين، وإنما نحن نعاني من تشرذمنا نحن. حين تجد واحدا ممن يتحمسون للدين يهاجم العلماء والمشايخ والدعاء ويتهمهم، ربما يتهمهم في شجاعتهم، ألا ترى يا أخي أن هؤلاء المشايخ حين يثبتون على موقف ولو كان هو موقف الصمت أحيانا، ألا ترى أن ثباتهم على هذا الموقف بالرغم من هجومك الشديد وهجوم كثير من المتحمسين أمثالك الشديد إليهم، ألا ترى أن ثباتهم على موقف واحد شجاعة ورسوخ وبطولة؟ أليسوا هم الوقود الذي أشعل كل المتحمسين للدين بكل طوائفهم
يقول شيخنا الألباني عليه رحمة الله لما سئل عن أحوال الدعوة السلفية، قال: نحن الآن في صحوة علمية ولسنا في صحوة تربوية. قال: وعلاج هذه الأمة لا يكون أبدا إذا أردنا أن نحقق مجدها ونقيم دولتها الإسلامية، ليس أبدا إلا في الكلمتين التصفية والتربية، خلافا لجماعات كثيرة يسعون لإقامة الدولة المسلمة بالقفز على الحكم، سواء كان بالطريق السلمي بالانتخابات ونحوها أو بالطريق الدموي. يقول الشيخ: والتاريخ يعيد نفسه، فلا سبيل أبدا، وأنا على يقين مما أقول، والتجربة الواقعية منذ نحو قرن من الزمان تقول أنه لا مجال إطلاقا لتحقيق نهضة إسلامية صحيحة من ورائها إقامة الدولة المسلمة إلا بتحقيق التصفية والتربية. إن قضية الدفاع عن المشايخ قضية عقيدة. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله وعلماء السلف من السابقين ومن تبعهم من التابعين: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. قال أحمد بن الأزرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من أكبر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود. قال الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومن هذه الآية نعلم أنه لا يخشى الله على الحقيقة إلا العلماء، وليس من العلماء علماء على الحقيقة إلا من كان منهم يخشى الله عز وجل. وإذا تكلمنا عن الأدب مع العلماء فتعالوا نشنف أسماعنا ونرطب قلوبنا بأنفاس شيخنا وشيخ مشايخنا الوالد الكبير المربي فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. تعالوا نستمع إلى فضيلة الشيخ وهو يكلمنا عن لطيفة في الأدب مع العلماء. من مخاطر الطعن في العلماء التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بلفظ: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، وهو حديث صحيح. يعني سبب النهي عن سب الديك أنه يدعو الناس إلى الصلاة، فكيف يستبيح قوم إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحقيقة نلاحظ في كم يعني لا بأس به من شباب هذا الجيل وقوع في هذه الهوى السحيقة بطريقة تنذر بالشؤم والعاقبة الوخيمة، لأن ما نراه من الاستهزاء حتى مع أي واحد يدعو حتى لو لم يكن عالما، أي واعظ، ففي ناس يعني وقفوا حياتهم على السب والطعن والشتم والتحذير من فلان وفلان كذا وفلان كذا. فما أدري، ألا يوجد في وظائف الدعوة ما هو أكثر أهمية من التفرغ للذم والشتم والعيب والغيبة والنميمة؟ وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ ماذا يبقى مما يرغب في البقاء في الحياة؟ ونحن نرى العلماء حينما يموتون ولا يخلفهم من يعوض أو يسد الثغر التي تركوها، نرى كيف تصير الحياة محشة، ويعني يصير طلبة العلم كاليتامى الذين فقدوا والديهم. يقول السخوي رحمه الله تعالى: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ حفظ الله الشيخ ونفع المسلمين بطول حياته. أيها الأحبة، إننا نتعامل مع قضية الدفاع عن المشايخ وصيانة أعراضهم من منطلق أن الخير أثبت في القلوب من الشر. أنا أحاول أن أمنح الفرصة لمن لا يعرف هؤلاء المشايخ الكبار للذب عنهم، ليحبوهم كما أحببناهم. إن من المسلمين من ابتلي بأن الله شرح صدره للالتزام
أو أحب الدين أو عرف هؤلاء المشايخ فقط في هذه السنين الأخيرة. وهؤلاء من أكثر الناس امتحانا، إنهم ابتلوا بأنهم لا يعرفون المشايخ، ولا يعرفون مبرر الخوف عليهم، ولا يعرفون مبرر الغير عليهم. لهذا الهدف من لقاء هذا المساء ومن هذه الحلقة هو أن يحب الناس المشايخ كما نحبهم، وأن يعرفوهم كما عرفناهم. لابد أن تعلم أن ديننا مثل القصر المنيف العظيم المشيد الكبير الضخم كثير الغرف كثير الأنحاء والأرجاء، وهذا القصر مليء بالمصابيح، فإذا انطفأ فيه مصباح فإن هذا المكان في القصر لن نعرف خيره وفضله. إذا أطفأنا شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا انطفأ الإمام أبو حنيفة، إذا انطفأ الإمام أحمد، إذا انطفأ الشافعي، إذا انطفأ مالك، إذا انطفأ علماء الشريعة، إذا انطفأ مصباح اسمه البخاري، إذا انطفأ هذا المصباح ستختفي معالم في هذا القصر ولن ننتفع ببركاتها. إن خزانة القصر لابد فيها من مصباح، إن أسوار القصر لابد عليها من مصابيح. هذا هو فضل العلماء وهذا هو خيرهم. فأنت تحتاج جدا إلى أن تحترم وتجل وتقدر هؤلاء العلماء. إنني أقول يا عجبا لمن يثيرون الشبهات على هؤلاء العلماء والمشايخ، كما كنت بالأمس في زيارة والد فاضل فقال لي عجيب هؤلاء الذين يثيرون الشبهات على عمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها حين تزوجت. إنني بالفطرة قد تمر حياتي كلها ولا أحتاج إلى هذه المسألة، إلى تحقيق مسألة بداية سن زواج البنت. إننا نعاني من العنوسة، فلماذا حين يقال عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه أحرق أناسا وأن مسألة الحرق جائزة أم ممنوعة في الشريعة، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو في الجنة، فما لهؤلاء الناس يشنعون عليه؟ إنه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، إننا نؤمن أنه في الجنة ومسألة وقد انتهت. أقول هذه الفطرة السليمة أيقظت في هذا الحس. ألا تنتبهون أيها الأحبة إلى هؤلاء الذين يشنعون على الدين؟ هل يستحق منا علي رضي الله عنه وارضاه أن نثير عليه أنه يشبه هؤلاء المتوحشين الذين يشعلون النار في الناس؟ هل تستحق أمنا عائشة رضي الله عنه وارضاها أن نثير الشبهات حولها؟ هل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يستحق أن تثار الشبهات حوله؟ ارتابوا أيها الناس، ارتابوا ممن يشنعون على رسول الله، ارتابوا، شككوا في نية الذي يشنع على الإسلام، اشعروا بالريبة من مقصده، لماذا يشنع على الدين؟ لماذا يفتح هذه الملفات؟ ارتابوا منه، اخشوه، اغلقوا هذه القناة، حولوا عن هذا الإنسان، خافوا منه، احتقروه، ازدروه، ابتعدوا عنه، اشعروا أنه يمد يده على كنزكم الثمين الدين. العلماء لا يستحقون منا إلا الإجلال والاحترام، فنحن حين نتكلم عنهم نفتح الباب للقلوب لتحبهم كما أحببناهم وتعرف قدرهم كما عرفناه. قال الإمام بكر بن أبي زيد رحمه الله تعالى إن الطعن في الشهود العلماء طعن في المشهود له في العلم الدين، إن الطعن في الشاهد طعن في المشهود له. فتنبه لهذا الخطر. إنني حين أكلمكم عن علمائنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب وغيرهم من ساداتنا العلماء الأفاضل الأبرار، ولكنني أخص بالذكر في هذه الحلقة هؤلاء الثلاثة لأنهم أكثر من واجه محاولات التشويه. هؤلاء المشايخ الثلاثة أيضا كما مكنهم الله جل جلاله وأراد لهم هذه المنزلة بين القلوب، هم كذلك أكثر من عودي وشوه عبر كل وسائل الإعلام في هذه العقود الثلاثة الأخيرة. ففي مقابل تراث
علمي من مواد صوتية أو مرئية أو مقروءة لهؤلاء العلماء لا يزيد عن 15,000 مادة، سواء رسمية أو غير رسمية أو حتى بهواتف الناس منشورة في على الإنترنت، هناك أكثر من 300,000 مقالة كتبت في حقهم تشوههم، ولا ريب أن نصيب الذئب منها لمجلة وصحيفة روز اليوسف والفجر. أقول لحضراتكم أن نصيب شيخ واحد منهم على سبيل المثال شيخنا الشيخ الحويني بلغ 100,000 مقالة تشوهه وتتهمه وتذكره بالسوء وبالشر، فضلا عن احتراف اللعب في صور المشايخ حين نشرها. ما الذي نستنتجه من 15,000 كلمة حق و 300,000 كلمة باطل تشوههم؟ وهذه 300,000 فقط هي المقالات المنشورة على الإنترنت، ليس المقالات في الصحف الصفراء التي لا مواقع لها. ولم أحصل حضرتكم عدد ما وجهوا وشوهوا بوسائل الإعلام المختلفة غير هذه المقروءة. إن هذا دليل وأمارة على إرادة الله جل جلاله لهؤلاء العلماء أن يمكنهم الله جل جلاله ويثبت أقدامهم في القلوب. أقول لحضراتكم إنني مشغول جدا بالشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الأيام، وأدرس سيرته وذكراه لأنني وعلمه لكي أخطب فيه خطبة في مدرسة الرجولة. وفي الحقيقة أنني لما درست هذه الشخصية شعرت أن الإسلام يحتاجها دوما. حتى قال ابن الزملكاني عدو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال لم يأتي في الدنيا مثل ابن تيمية من قبل 500 عام. وإن هذه الشخصية شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية تحتاجها الأمة في كل العصور. تخيلت لو أن هؤلاء العلماء المشايخ الثلاثة جمعهم الله في شخصية واحدة، أقول والله لعلك إن تصورت ذلك لشعرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية أمامك أو بعضه. أنظر إليه فأرى عالما شجاعا يقوم لأهل البدع فيصرع شبهاتهم ويهب على مشنع الشبهات فلا يذرهم إلا قاعا صفصفا ويرفق بالعوام حتى لا يحبون أحدا أكثر منه، ويسعى في صيانة الدماء وينفرد بصيانة حق الذميين، وترق بطلعته القلوب وتثبت صيحته الأفئدة، وتشعر أن الدنيا لا تزال بخير ما دام فيها هذا الإنسان. إن تكلم في أي فن شعرت أنه لا يحسن غيره، متقن فذ عالم لم يحضر لداعية في عصره جمهور أكثر منه، ولا يشهد له أعداؤه إلا بأنبل الخصال وأسمى الأخلاق. عابد متأله لا يشغله جهد الدعوة عن جهد العبادة، ساكن في مصلاه مستأنس بربه. إن سمع الناس أن به بأسا اشتد قلقهم وتنافسوا في أن يخبروا الناس ويبشروهم أنه بخير، فهو أبوهم الروحي تهابه الملوك، ويتشرفون بطلعته ويقدرون سلطانه على الجماهير، وهو لا يرى نفسه إلا من المسلمين. مرب مصلح يرعى القلوب ويؤنب الضمائر ويحرس النوايا ولا يخشى في الله لائما، يعشق العلم والعلم يعشقه،
غيور على جناب الشريعة كغيرته على عرضه، يثق في موعود الله لهذا الدين. أخلاقه تستحق الدراسة، يدعو لعدوه ويلتمس العذر لمن يتهمه، لا يتفنن في صيد القلوب بل يحصدها وهو غير مكترس. بطل حتى في صمته، بطل عفيف عميق النظر، تراه كل يوم في زيادة وهو يتمنى أن تنتهي الأيام. لا يجامل في دين الله، لكن الكل يحاول أن يؤول لفظه من كلماته تؤيد فكرته، قد علم وزنه وقدره. إذا حانت مسألة هضم كل ما فيها، ثم يهب منظرا مؤصلا لقراره، ولا يحالفه دوما إلا التوفيق. سلطان، قائد، جهوري، قوي، شجاع، تكاد عيناه تنطقان، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يستوحش مهما تخلي عنه. لا تقول إطراء، أنا لا أخاطبهم، أنا أخاطب الجماهير بفضلهم. لا تقول لا يمدح إلا من مات، أنا أسابق موتي، أرجو أن أموت قبلهم ويحضروا جنازتي، ولن أنتظر موتهم حتى أتكلم عنهم. دعوا موجة تحبيب الناس فيهم تسير، فالناس من غيرهم في بلاء كبير. دعوني أرفع رايات الإجلال، إنني لا أمدح أشخاصا، إنني أمدح منهجي وأزكي مذهبي وأحبب في رموز ديني. إذا أراد أعداء الدين أن ينهشوا في الإسلام شوهوهم، إذا أراد أعداء السنة أن يشوهوا السنة شوهوهم، قد نالهم ما أصاب قدوتهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعالوا أقول لكم لماذا الحويني يمثلني، ولماذا الشيخ يعقوب يمثلني، ولماذا الشيخ حسان يمثلني، بعد فاصل قصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الحويني يمثلني. شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني من مواليد عام 1956، علمه يمثلني، وأحبه في هذا المقام، مقام ذكر علم فضيلة الشيخ، أذكر شيئا واحدا فقط، وهو ثناء فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني العلامة المحدث المجدد، قال عن شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني مكتوبا في كتبه. يعني دعك من الثناء المسجل والثناء المسموع والثناء الذي في الحكايات، ارجع الآن إلى السلسلة الصحيحة التي فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سطر فيها الشيخ الألباني عليه رحمة الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيئا من فقهها. ارجع إلى المجلد الثاني صفحة 720 واقرأ معي. قال الشيخ عن يعني حاجته للبسط، قال: وهذا مما لا يتسع له وقتي، يعني بسط شيء من التخريج ومزيد من التعليق على حديث. قال: فعسى أن يقوم بذلك بعض إخواننا الأقوياء في هذا العلم، كالأخ علي الحلبي وثمير الزهيري وأبي إسحاق الحويني ونحوهم، جزاهم الله خيرا. افتح المجلد الخامس، وأنا يعني أريد أن أبثكم يعني حالتي النفسية، أنني أقر عينا بغيظ أعداء الشيخ الذين لا يحبون ذكر ذلك. ده مش تلميذ الشيخ ولا حاجة، ده يعني
مجرد أسئلة عابرة. طب اسمع يا سيدي، اسمع يا سيدي الحسن، ده الموضوع ممكن يطلع أكبر من تلميذ كمان وأنت مش واخد بالك. قال الشيخ في المجلد الخامس صفحة 585: ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتابه القيم غوث المكدود في تخريج منتقى ابن الجارود، وقد أهدى إلي الجزء الأول منه جزاه الله خيرا. ولن أعلق في هذا المقام على تواضع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن أزر الكلمة كما قالها الشيخ قرة عين لأحباب الشيخ الحويني وشوكة في حلق أعدائه. قال الشيخ في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة في القسم الثالث: ولقد كان من دواعي تخريج حديث الترجمة بهذا التحقيق الذي رأيته أن أخانا الفاضل أبا إسحاق الحويني سئل في فصله الخاص الذي تنشره مجلة التوحيد الغراء في كل عدد من أعدادها، فسئل حفظه الله وزاده علما وفضلا، قولوا آمين، عن هذا الحديث في العدد الثالث كذا، إلى أن تعقب فضل الشيخ وراجعه ثم قال: أقول هذا مع أنني أعترف له بالفضل في هذا العلم، وبأنه يفعل ذلك الذي تمنيته له في كثير من الأحاديث التي يتكلم عن أساندها ويبين ضعفها، فيتبع ذلك ببيان الشواهد التي تقوي الحديث، لكن الأمر كما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. شيخنا الشيخ الحويني مش عالم حديثه بس، إذا تكلم في أي فن من الفنون تشعر أنه لا يحسن غيره، ويتكلم بإتقان، ويتكلم في العلم الذي ليس هو تخصصه بطريقة حتى يعني يلاعب الناس بالعلوم ويمازحهم بها. تعالوا يعني نشاهد معا مقطعا طريفا مبهرا، والطريف فيه انبهار الناس ومقاطعة فضيلة الشيخ وهو يتبختر في تمكنه من علم العروض، وهو يعني علم الشعراء وليس علم المحدثين. تعالوا نشاهد معا: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. لما انت تحب انك انت تقطع الكلام ده يتقطع معاك. ربابة ربة البيت تصب الخل لفي الزيت، لها سبع دجاجات وديك حا سن الصوت. ربابة رب مفاعلة، بت البيت مفاعلة، تصب الخل مفاعلة، لفي الزيت مفاعلة، لها سبع مفاعلة، دجاجة مفاعلة، وديك حا مفاعلة، سن الصوت مفاعلة. لا لا خليكم، انتوا عايزين تبقوا شعراء ولا ايه؟ ها؟ لا، حتى لو بقينا شعراء يا شيخنا مش هنبقى زيك، ربنا يرضى عنك يا شيخنا ويديك الصحة. ضحكتم، ائتنستم، ابتسمتم مع شيخ، تعالوا نخشع مع الشيخ، خشيته وإخباته يمثلاني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
قلوبنا يا رب. يا شيخنا شممتنا ريحة رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا. سؤال واضح وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، أنت ما بتصليش ليه؟ الشيخ يعقوب يمثلني. شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب من مواليد نفس العام الذي ولد فيه فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وهو عام 1956. أقول عفته تمثلني وغناه يمثلني. شوفوا حضراتكم، ظبطنا الشيخ ومش أول مرة بفضل الله، يعني كتير بنعرف نظبطه. وهو الشيخ يعني فنان صحيح، بس على مين؟ شيخنا وهو بيتخفى للذكر. شوفوا حضراتكم المشهد ده، شوفوا شيخنا وهو متخفي وسط الناس علشان يعرف يذكر ربنا من الفجر لطلوع الشمس. واللي عايز اقوله لحضراتكم ان طبعا اول حاجه هتقول ده الاخلاص. انا عايز اقول لحضرتك بقى، عايزين نترقى في موضوع الاخلاص، عايزين نترقى في الوصول للاخلاص، عايزين ننتقل من الكلام على الاخلاص للوصول للاخلاص. وشوفوا بقى الراجل الذي اذا ذكر ذكر الاخلاص، مبررات الاخلاص، مسوغات الاخلاص، منطلقات الاخلاص، نعمل ايه عشان نبقى مخلصين. العفه وقضيه الغنى بالله سبحانه وتعالى من أسرار الإخلاص كذلك، ومن أسباب الإخلاص ومن منطلقات الإخلاص حب الموت وتمنيه. وظبطت لكم شيخنا متلبس بسر. شوفوا التسريب ده بقى يا جماعة، أنا جايب لكم تسريب للشيخ يعقوب وهو يسر شيئا سأكشفه لكم. شوفوا الفزورة دي كده، شوفوا الشيخ دلوقتي هيقول كلمة وهيقول كلام في سره. قول لي الشيخ بيقول إيه في سره كده. والدنيا أيها الناس لا تحب. والله خلي بالك، أهي خلي بالك، خلي بالك، مش هعيدها بالبطيء، ركز في اللي جاية بس. ها اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. أنا مش هعيد لك دي، أنا هجيب لحضرتك الموقف نفسه اتكرر في مكان تاني وفي قناة تانية وفي مجلس تاني وفي درس تاني. شوف نفس الكلمة حيسر بيها، حاول تكتشفها كده. شوف حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بيقول وعجل لي بذلك. عايز يموت، عايز يموت. قول لي يعني عايز يموت، عايز يموت ازاي بس؟ عايز يموت، عايز يموت والله العظيم الشيخ عايز يموت ونفسه يموت. ربنا يخليه لنا ويبسط في أجله وينفع المسلمين ببركات أنفاسه. لكن كونه عايز يموت هو ده اللي بيخليه مخلص، هو ده اللي بيعينه على الإخلاص، هو ده اللي يثبته على الإخلاص. أقول لحضراتكم حاجة تانية من منطلقات الإخلاص، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا الشيخ في مرة شرق كح وهو بيقول درس من الدروس، شرق وكح، فقال يا رب اشفيني واشف كل مريض، ورجع تعقب بمنتهى الجنون. يا جماعة اوعوا تكونوا فهمتوني ان انا بشتكي ربنا، اوعوا تكونوا فهمتوني ان انا عيان، لا 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 انا مش عيان. بهستيريا تشعرك بحرصه على مكانته عند ربنا ونظر الرب اليه سبحانه وتعالى، وانه ربه لا يشهد منه الا الادب معه. شوف دي ربنا يشفيك يا شيخنا ويبسط في أجلك ويمتع المسلمين بطول حياتك. قل أمين يا شيخنا. يا أيها الملك ويا أيها الأمير ويا أيها الوزير ويا أيها الكبير ويا أيها الغني ويا أيها الفقير، كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى،
ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. شيخنا الشيخ محمد حسان يمثلني، صاحب الفضيلة الداعية الكبير الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حسان. شيخنا الشيخ محمد حسان من مواليد 1962. إن قلت لكم تعلمت منه التواضع والرفق والرحمة وحسن الخلق فلا أكون قد أضفت جديدا، كل خلق الله يشهدون له بذلك، ورسول الله يقول أنتم شهداء الله في الأرض. أريد أن أقول لحضراتكم أن شيخنا الشيخ محمد حسان يمثل معهد إعداد دعاء، قد أراد الله عز وجل أن يجعل له هذه المنزلة وأن يبسط له هذا القبول، وشاء الله جل جلاله لا شريك له سبحانه أن يكون في كل شارع من شوارع المسلمين في كل الدنيا مسجد به خطيب يقول فحي الله هذه أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم كما جمعني بحضراتكم في الدنيا أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في كل شارع من شوارع المسلمين مسجد به خطيب يقول أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. الله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. لم يخطط الشيخ لذلك، لم ينوي الشيخ ذلك، لم يتمنى الشيخ ذلك، وإنما أراد الله ذلك وبسط الله ذلك واختار الله ذلك ومكنه الله من ذلك. فإن كان هذا هو أثره على مساجد المسلمين وعلى مستوى الدعاء، فتعالوا أنقل حضراتكم إلى عوام الناس وأحدثكم بتلميذة من تلاميذ فضيلة الشيخ لا يعلم الشيخ عنها شيئا، لا يعلم فضيلة الشيخ عنها شيئا، وهي من تلاميذه الحاجة عائشة أم فتحي رحمها الله. امرأة مسنة عجوز من عشاق قناة الرحمة، هذه المرأة الطيبة تمكث أمام القناة وتشاهد الشيخ، فإذا رأت الشيخ محمد حسان وهو يبكي قالت لأحفادها بجوارها يا ابني ده بيعيط، ده بيعيط، الراجل الصالح ده بيعيط، أمال إحنا نعمل إيه؟ ولم تلبس هذه المرأة تدمن سماع المواعظ ونصائح فضيلة الشيخ حتى جاءتها المنية، فالتف حولها أولادها وأحفادها وهم يقولون لها قولي لا إله إلا الله، فقالت المرأة متأثرة ومتعلمة مما تعلمته من أستاذها وشيخها فضيلة الشيخ محمد حسان، قالت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا خوف من لؤى الله، تقول بالعامية المصرية باللهجة المصرية ولا خوف من لؤى الله، ولا خوف من لؤى الله، لا إله إلا الله، ولا خوف، ولا خوف من لؤى الله، ولا خوف من لؤى الله، حتى فاضت روحها وهي تقول لا خوف من لقاء الله. هل يرضيك يا شيخنا أن تكون هذه من تلاميذك وغيرها كثير؟ تعلمت من الشيخ إن لم يحمل قلبك خيرا للخلق فكف أذاك وشرك عن الخلق، تعلمت منه بعد النظر ودقة اللفظة ومراعاة كل الأفهام، تعلمت منه أن حرارة الكلمة لا تحتاج إلى معاناة، وأن التأثير لا يحتاج إلى تكلف، وأن الإتقان لا يحتاج إلى الاحتيال، وإنما
يحتاج إلى سخونة الإخلاص وحرارة تأثر الداعية نفسه بما يقول. قال: تعلمت العلم وعلمت، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. قال: كذبت. يا الله يا الله، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا. يا الله، كلما ذكرت هذا الحديث كان القلب أن ينخلع. مش قادر أتصور، دايما أقول لإخواننا وأولادنا وأحبابنا: صوروا أولاد بعد الهصة دي كلها، ممكن الواحد يترمى في جهنم، ممكن يترمى في النار. ولذلك كان ابن الجوزي يقول: ما من مجلس جلست فيه إلا بين يدي الآلاف، منهم من بكت عينه، ومنهم من خشع قلبه، ومنهم من رقت جوارحه. فصحت بلسان حالي وقلت: إلهي وسيدي ومولاي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم حتى لا صيانة لوجهك، لا من أجلي، حتى لا يقول عذب من كان يدل الناس عليه. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، يا أرحم الراحمين. جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. إنني لست أعجب من أنه يحصد في أي إحصاء يخطر ببالك المنزلة الأولى، وإنما أعجب من أنه إنسان سهل، لا ينطق بالغريب، ولا يستعمل النادر، ولا يتقعر في كلامه، ولا يبهر السامعين بشيء إلا بشيء ينبع من روحه، لا تراه العين ولا يسمعه القلب. علمني أن المنازل عند الله، والذي يقسمها هو الله، وأن القلوب لا تملك أن تحبني، وإنما الذي يملك هذه القلوب الذي فطرها سبحانه وتعالى. علمني أن أطأطئ رأسي. قال إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد. علمني أن أكون أنيق الكلمة، مستهدفا هداية كل السامعين. علمني أن أجبر خاطر كل من يطمع فيا. علمني أن أدعو الله وأرجو الله وأتوسل إلى الله، وأنا أدعو إلى الله. الله اسم لصاحبه كل كمال، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، وهو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، وهو الاسم الذي ما ذكره فقير إلا أغناه، وهو الاسم الذي ما تعلق به فقير ومظلوم إلا نصره وآواه. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، وتستنزل به البركات، وتقال به العثرات، وتستجاب به الدعوات، ومن أجله قامت الأرض والسماوات. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. من اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره كلها هداه وأغناه. قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ بك أستجير، بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف، إني ضعيف، أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي
وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك. رباه 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 رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك. رباه، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك، ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أيها الأحبة، إنني أدعوكم لكي تحبوهم كما أحببناهم، ولكي تعرفوهم كما عرفناهم. من لي بحبيب يستمع إلى هذه الشرائط التي سأتلو عليكم أسماءها الآن. إن سمعت هذه الشرائط التي سأخبرك بأسمائها الآن، ستعيش حياة مختلفة تماما، ستتغير كل حياتك. جئتكم بأسخن أسماء شرائط لهؤلاء العلماء في تاريخهم. شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، استمعوا لشريط اسمه ليلة في بيت النبي. الصارم المسلول على شاتم الرسول، علموا أولادكم حب الصحابة. المحب لا يخالف، نداء الغرباء، جيل التمكين، كل حي سيموت، حقيقة الشيعة، حقيقة حزب الله، اللغط حول رضاع الكبير، التثبت من الأخبار عند الأئمة الكبار، إثبات الشفاعة، صب العذاب على من سب الأصحاب، الدفاع عن علماء السلف، كيف تملك النبي عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه، الولاء والبراء، أين تطبيق النصوص، صفحات البرهان على صفحات العدوان، سلسلة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثلاثة خطب بعنوان الأمانة، أصول الرد على المخالفين، الدفاع عن أبي بكر وعمر، تعظيم الشرع والسنة، تحريم الموسيقى، خطبتان في الدفاع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، شرطة الموت، حرس الحدود، من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، صناعة رجل النصر، صيانة الدين والرد على المغول الجدد، الانغماس في العدو، جزاء المخالفة، شبهات حول ملكة اليمين، ومئات الحلقات لفضيلة الشيخ المنشورة في كل مكان. الشيخ محمد حسان، استمع لهذه الشرائط لتعرف لماذا يحبه كل الناس. وفاة الرسول، سكرات الموت، تحذير الأحباب ممن حرم النقاب، أيها العاصي تب إلى ربك، اقترب ظهور المهدي، المسيح الدجال حي بيننا الآن، حكم تارك الصلاة، دخول ملك الموت أثناء أحد الدروس، بل هم الخنازير يا ألف مليون مسلم، صفعات سود من تاريخ اليهود، سوء الخاتمة، فيلم آلام المسيح، أدب الخلاف، الإنفلونزا، الخنازير. استمعوا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، لماذا لا تصلي؟ كيف تصلي؟ الخشوع في الصلاة، فلسو، همسات وصرخات، فوائد غض البصر، صلاح القلوب، القرآن يصنعك، أهوال القيامة، الزواج الجميل، علل التوبة، دعوة إلى مصيف جديد. أفسيد، اسمعي اسمعيني، شبهات في وجه الحجاب، كيف تكون رجلا يزن أمة، لعبة الحياة، كيف تواجه الشهوة، لذة العبادة، سيول الغفران على جبال العصيان، ومئات الحلقات المنشورة للمشايخ. ختاما نختم كما بدأنا بكلام ابن القيم في مشهد آخر من مشاهد عبودية من يؤذى في سبيل الله، ومن يشوه فيصمد ويثبت ويرسخ ويزداد تألقا ونورا، مشهد التوحيد. قال ابن القيم: وهو أجل المشاهد وأرفعها، فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا من دون ما سواه، بحيث فوض إليه الأمور كلها ورضي به وبأقضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس البتة، فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة. وانفلت الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه
واجمعنا به في المنازل العليا. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. غردوا معي: الحويني يمثلني، حسان يمثلني، يعقوب يمثلني، مع حفظ الألقاب لهؤلاء المشايخ الأبرار الأكابر، ومع خالص الإجلال والتقدير لكل مشايخنا وعلمائنا في الساحة الذين تقر عيونهم ببر هؤلاء المشايخ. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.